مساء الخير على حضراتكم، مساء الخير على كل من يشاهد قناة النادي الأهلي في كل مكان، مساء الخير على كل جماهير النادي الأهلي في العالم كله. برحب بحضراتكم في حلقة بداية الأسبوع ويوم جديد من أيام البيت الكبير. النهاردة إن شاء الله في حلقتنا عندنا كواليس كتيرة جدا، عندنا أخبار كتيرة جدا جدا حتى على المستوى العالمي، لكن بالتأكيد عندنا الأخبار والكواليس وكل ما يحدث في بعثتنا، بعثة النادي الأهلي اللي موجودة إن شاء الله في تنزانيا. إن شاء الله يوم الثلاث كلنا منتظرين مباراة النادي الأهلي مع سيمبا التنزاني في المباراة الثانية في المجموعة اللي بتصدرها النادي الأهلي. نتمنى لهم إن شاء الله التوفيق. هيكون عندنا كواليس، عندنا مراسلنا الزميل طبعا هيكون معانا، هيعرفنا على كل شريف شعبان، هيكون عرفنا على كل التفاصيل اللي موجودة في تنزانيا، نطمن على فرقتنا وإن شاء الله كل دعواتنا بإذن الله لفرقتنا إن شاء الله يوم الثلاث الساعة 3 بالفوز بإذن الله. عندنا أخبار كتيرة جدا وعندنا كواليس وإن شاء الله تكون حلقة مميزة لحضراتكم، لكن طبعا في البداية برحب بيك يا سهام. أهلا بيك. وأنا برحب بيك. مساء الخير، مساء الخير كل مشاهدينا اللي بيتابعونا داخل وخارج مصر، جمهور النادي الأهلي العظيم، أهلا بيكم وأول حلقة من حلقات بداية الأسبوع. حلقة إن شاء الله يا رب تنال إعجابكم، لأن هي أعتقد حتى يعني فيها كلام كتير قوي، فيها كلام يخص أكيد النادي الأهلي، تطلعاته الكبيرة قدام سامبا علشان يحقق انتصار جديد، علشان يعزز مكانة جديدة في صدارة جدول ترتيب المجموعة، علشان نواصل مشوارنا بإذنك يا رب بكل قوة نحو العشرة. العشرة يا أهلي، ده المطلب الجديد لجمهور النادي الأهلي.